أهلا بكل مشاهدي تلفزيون فلسطين. لقاءنا اليوم هو لقاء خاص، لقاءنا مع شخصية فلسطينية مميزة، شخصية تركت بصمة ولا تزال في حضور فلسطين وعلمها في أماكن مميزة. ضيفنا اليوم هو رائد زيدان. رائد زيدان هذا الفلسطيني المغامر المهاجر، ضيفنا متسلق أعلى قمة في العالم، قمة إيفرست. أهلا وسهلا. شكرا رائد. شكرا لاستضافتكم إلي. شكرا. أهلا وسهلا فيك. يعني كثير اليوم إحنا سعيدين وفخورين في تلفزيون فلسطين إنه نستضيف شخصيتك ويعني ونتعرفنا على اللي صار معك. أكيد. يعني بداية بدنا نحكي عن تكريم السيد الرئيس اليوم إليك. كرمك السيد الرئيس بصعودك لهذه القمة ووضعك للعلم الفلسطيني في هذه القمة، حدثنا بداية عن هذا التكريم. طبعا أنا فخور جدا يعني إنه سيادة الرئيس قابلني وعطاني وسام وشو اسمه طلب مني كمان أجي على رام الله إن شاء الله على فلسطين، فإن شاء الله أكيد رح نرتب هذا الموضوع. بس هاي مش أول محادثة مع سيادة الرئيس. أنا سيادة الرئيس كلمني وأنا على الجبل، ثاني يوم نزلت فيه من القمة حكيت معه على التليفون وهنأني على الإنجاز طبعا، وأهديته هذا الإنجاز وأهديته للشعب الفلسطيني وشو اسمه، وحكت له طبعا وقتها أنه اتمنيت وأنا فوق أنه إن شاء الله دعيت أنه نرفع علم فلسطين على القدس إن شاء الله. يعني اليوم تكريم السيد الرئيس طبعا تكريم مهم، سيادة الرئيس على الدوام يعني بشجع الكل ودائما عم بيكون أب حنون إنا كلياتنا. قديش شعورك وفخرك بأنه يجي تكريمك من السيد الرئيس اليوم؟ أكيد يعني فخور جدا طبعا، يعطيه العافية، مشغول وأخذ من وقته إنه يعني يقعد معاي ويسمع عن قصة تسلق لقمة إيفرست، يعني إشي فخور جدا. وأكثر من هيك الصراحة إحنا طلعنا عدة شباب من الوطن العربي وأنا الوحيد اللي يعني تكلمت مع سيادة الرئيس فيش بعد يوم ما وصلت للقمة يعني على التليفون، فكان إشي ممتاز يعني إنه هو مهتم في هذا الموضوع. وطبعا شو اسمه أنا فخور جدا يعني إنه الرئيس شو اسمه مهتم في هيك موضوع. إنه السيد الرئيس رئيس دولة فلسطين يهتم بأبنائه وين ما كانوا وكيف ما تحركوا بإنجازاتهم المهمة، وأكيد أنت عملت رائد كتير إنجاز مهم وإحنا كتير كلياتنا فخورين بهذا الإنجاز. يعني بداية يعني بيصير عنا فضول وحب معرفة، تعرفنا شوي بداية عن حالك، مين رائد زيدان؟ رائد زيدان شو اسمه فلسطيني موليد الكويت من قرية صغيرة اسمها كفر لاكف جهة قلقيلية، وشو اسمه وعايش في دبي وشغلي في اليو اس، فموزع زي اي فلسطيني. يعني هاي سمة الشعب الفلسطيني. نعم. وتحرك الدائم وتنقل الدائم من بلد لبلد من مكان لمكان. يعني اليوم طبعا الفضول اكثر بجرنا انه تحكي لنا عن هذه عن يعني صعودك لهذه القمة، يعني منين اجتك الفكرة انه انا بدي اطلع على هذه القمة؟ طبعا هي ما اجت الشغلة بين يوم وليلة، احنا صرنا تقريبا 5 سنين متسلق جبال. الهدف كان انه نتسلق اعلى 7 قمم في 7 قارات طبعا، والالتيميت جول او الهدف الاخير انه نوصل لقمة إيفرست اللي هي اعلى جبل في العالم واصعب جبل واخطر جبل. فطبعا اول 5 سنين قضيناها نتدرب ونطلع جبال ثانية على اساس الواحد يكسب خبرة ويكون جاهز. طبعا حتى الشركات بترفض انه تاخذك او تعطيك ترخيص انك تتسلق قمة إيفرست بدون ما يكون عندك خبرة يعني كافية. فشو اسمه الصراحة قضينا فترة طويلة جدا في الجبال وتسلقت طبعا إيفرست كان 6 جبل من 7 قمم اللي انا بحكي عنها. وين طلعتوا هي 7 قمم يعني؟ اول جبل طلعنا له كلمنجارو اللي هو في تنزانيا، هاي اعلى قمة في قارة افريقيا كان لنا. حاولنا بعديها تشجعنا وشفنا حالنا والله قويين، فحاولنا نطلع على أكنكاغوا اللي هو 7000 متر أعلى في الأرجنتين، أعلى جبل في قارة ساوث أمريكا جنوب أمريكا، وتعلمنا درس قاسي إنه إحنا لازم نكسب إكسبيرينس، طلينا نرجع ما قدرنا نوصل للقمة. فبعدين تدربنا زيادة وطلعنا رحنا على قمة فينسن في القطب الجنوبي في أنتاركتيكا، والحمد لله قدرنا نوصل للقمة مع أنه كانت صعبة وباردة، كانت درجة الحرارة -70 على 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 القمة. فشو اسمه بعديها انتقلنا على ألبرس في روسيا اللي هو أعلى قمة في أوروبا،
وبعدين رحنا على كوزيوسكو اللي هو في استراليا على قمة استراليا، وبعدين رجعنا على الجبل اللي رجعنا اللي هو أكنكاغوا، والحمد لله وصلنا لقمة 7000 متر. يعني كانت آخر شيء قمة إيفرست. مظبوط. yeah. طبعا وكان هذا مدروس عن دراسة إنه قد ما نقدر نأخذ إكسبرينس، يعني قد ما نقدر نكسب خبرة من جبل إجبال ثاني، لأنه إيفرست غير عن أي جبل، بيختلف صعب جدا وعالي جدا. فبعد ما خلصنا أكنكاغوا وحكينا أوكي، سألنا المدربين اللي معنا، سألنا الناس اللي عندهم خبرة، وحكوا لنا لا أنتوا جاهزين، والحمد لله طلع كلامهم مظبوط وطلعنا يعني وصلنا. يعني رائد احكي لنا هلا، يعني منين اجتك فكره انه تطلع لهذه القمه؟ واحكي لي شوي عن التحضيرات لهي القمه والتجهيزات، وكم وانت انطلقت بالضبط وامتى رجعت؟ يعني شوي يعني فضولنا صار يجرنا لاسئله كثير. اكيد طبعا في تحضيرات جسدي اللي هو التدريب. كنت يعني في النادي كل يوم اتدرب بين 2:30 لـ4 ساعات. طبعا تدريبات مختلفة، في تركيز كثير على الرجلين لانه يعني اكثر شيء طبعا، انه وجسمي من فوق عشان احنا بنحمل شنط، يعني بكون معنا الباك باكس اللي بنحط فيهم اغراضنا. كان عندنا شغلات كثير، طبعا نحتاج شغلات كثيرة للجبل، كثير منها كان موجودة عندنا من جبال ثانية، بس في شغلات كانت جديدة خصيصة لجبل ايفرست، اللي هي مثلا البدلة زي بدلة الفضاء، هاي بدلة الثلج، هي مصممة إنها تحفظ جسمك دافي يكون لحد درجة ناقص 40 يعني، فهاي كان ضرورية. برضو الشنطة أو كيس النوم السليبينج باج برضو لدرجة ناقص 40، اللي هو أكثر إشي بيقدروا يصمموه، يعني ما بيقدروا يصمموا شغلة بتحفظ دفع أكثر من ناقص 40. ففي شغلات طبعا كان شغلة جديدة بالنسبة لنا، شغلة الأكسجين ما استخدمناها على جبل قبل هيك. احتجتوا للأكسجين على قمة إيفرست؟ نعم، فوق 8000 متر بندخل على منطقة بسموها منطقة الموت أو الدث زون، طبعا هاي بتحتاج أكسجين لأنه واطي نسبة الأكسجين تقريبا أقل بين 70-80% من نسبة سطح البحر. يعني الشخص الطبيعي إذا بأخذوه من سطح البحر وبحطوه فوق 8000 متر بغمى عليه أول 3 دقائق طبعا، وما بيعيش أكثر من 10 دقائق. أكيد ما يعني مستحيل إنه شو اسمه نطلع بدونه. ففي تجهيزات جسدية طبعا، وفي تجهيزات عقلية إنه الواحد يحضر حاله نفسي إنه راح يغيب 2 شهر بدون تليفون، بدون إنترنت، بدون تلفزيون، بدون يشوف أهله. أكيد. ويعيش في خيمة ونايم على الثلج و. يعني هاني عن جد يعني احكي لي شوي كيف كنتوا تناموا تاكلوا تشربوا، يعني كيف؟ طبعا صعب جدا، يعني يمكن اصعب شيء لنا موضوع الحمام طبعا، لانه يعني في بالسي لكل الجبال اللي بنطلعها تقريبا بدون استثناء، في عندهم شيء بسموه ليف نو تريس بيهايند، اللي هو يعني ممنوع تترك اثر انك انت كنت موجود. يا فمثلا لما تروح الحمام تستخدم كيس لازم تاخذه معك وهيك شغلات. بس هي موضوع كمان انه الواحد يتحمم، يعني هاي تقريبا مقطوعه معدومه، في جبال كثير كنا نغيب 3 أسابيع وتقريبا بدون حمام، هاي صعبه جدا طبعا. يعني في معاناه كبيره، ما في معاناه. وكمان يعني في شغلات الواحد اصلا ما بتخيلها بتعود عليها خلص، مثلا لما بتنامي في الخيمه لما تتنفسي في درجه بروده عاليه التنفس كلياته بصير ايس جوا الخيمه، فالصبح لما يجي صحوك بضرب على الخيمه بتصحي بالثلج عليه هيك الوقت هيك بصحونا من النوم. يعني طبعا الاكل سيء جدا، ما في يعني مطابخ ولا معلبات، وكلها شغلات تغليها يعني، وبنعتمد كثير على شغلات فيها كالوريز عاليه جدا، فبناكل يعني شوكولاته كثير وهيك شغلات على اساس نحاول نعوض، لانه تقريبا اليوم اللي بنتسلق فيه بنحرق تقريبا 10-12 ألف كالوري، صعب جدا نتعوضها على الجبل، فعشان هيك يعني الشخص الطبيعي بيخسر بين 15-20 كيلو في فترة الشهرين هذولا. يعني سفرات بتحتاج لمصاريف، بتحتاج لتكلفة عالية بعتقد، يعني مين تبنى هذا الموضوع؟ أنا الصراحة زي ما بيحكوا سيلف سبونسرد، يعني أنا كل المصاريف أنا بسويها بشكل شخصي. طبعا انعرض علي سبونسرشيب إنه شركات تعرض علي تتبنى هذا الموضوع، أنا الصراحة رفضت لأنه بتحط عليك ضغط، يعني بصير عليها تبعات أخرى لو إنه هني كانوا سبونسر لك؟ مش تبعات أخرى، بس
الجبل خطر جدا. وفي لحظة من اللحظات وصارت معنا قبل هيك في أكنكاغوا بتأخذ قرار إنه غلط إنك تكمل، لازم تلف وترجع ولا غير هيك ممكن تفقد حياتك أو تنجرح. يعني لازم يلزموكم إنه لازم تطلع بيصير عندك إلزام يعني نفسي إنه هذول الجماعة دفعوا فلوس ومبالغ كبيرة وكذا وهذا، وهلا أنا رح أخذلهم. فما بدك هذا الضغط يكون عليك على الجبل. يعني شفنا ناس متسلقين كثير ينجرحوا جروح يعني جروح خطيرة جدا أو توفوا بسبب موضوع إنه بدهم مش يخذلوا الجهة الراعية. نعم. يعني تدريباتكم قلت لي إنه كنت تتدرب وتدريبات، وكانت صعودكم للجبال الأخرى كان لها يعني كانت مقدمة لصعودكم لقمة إيفرست. أكيد. يعني في تكنيكات معينة أكيد بتستخدموها بصعودكم للجبل، إيش أهم التكنيك اللي استخدمتوه بصعودكم لقمة إيفرست؟ أعتقد إنه أحد التكنيكات الموجود. الآيس أكس. والله ما بعرف أنا شو اسمه بالعربي. طبعا هلا شغله من الشغلات اللي بنتعلم احد الاجهزة اللي كانت معك هذه الاداه، هاي ما في متسلق بيقدر يطلع على جبل بدون هاي الاداه. لانه هاي الاداه مهمه جدا في موضوع انك تنقذ حالك لا سمح الله لو زحلقت، بسموها سيلف اريست اللي هي بتزرعها في الثلج او في الايس وبتثبت حالك فيها. طبعا وخلال التسلق بتساعدك في مناطق كثيره لانه في مناطق يعني الانحدار تبعها عالي جدا، فبتعتمد على الايس اكس وطبعا وعلى الاحذية اللي احنا لابسينها اللي هي البراغي الحديد اللي بتمسك في الايس وفي الثلج. بس في عدة اجهزة بنستخدمها، بس اهمها هاي مهمة اكثر انها تنقذ حياتك لا سمح الله لو زحلقت، ما انه لما تستخدمها في الثلج. وانت ارتقيت بما انه هي اهم اداة كانت معك وكانت اهم يعني اداة تحميك، بروستها وعلى علم فلسطين وكانت هدية لإهداء الى السيد الرئيس محمود عباس. نعم، رئيس دولة فلسطين، العلم الفلسطيني اللي تم رفعه على قمة إيفرست والقمم الأخرى، وقطع صخرية التقطت طبعا من قمة إيفرست، والأداة اللي استخدمتها في الوصول لقمة إيفرست. نعم السيد الرئيس. نعم. أكيد السيد الرئيس مستحق منا كل الحب والاحترام والتقدير حتما، وأكيد يعني أنت ابن وفي لفلسطين ولا شعبك الفلسطيني، يعني عم تثبت لهم دائما انه يعني انه شعب الفلسطيني رغم ظروفه الصعبه ورغم شيء يعني بيحاول يعمل شيء. وانت أكيد. تزرع علم فلسطين على اعلى قمه يعني مثال يحتذى فيه الحقيقه. اكيد طبعا فلسطين دائما يعني في عقلنا وفي قلبنا، وشو اسمه اي شيء بنسويه يعني حتى لما اسوي سباقات السيارات مره حطيت لون السياره كلياته على علم فلسطين. ما في شيء بحكي موضوع السيارات معك كمان. هو أنا الصراحة بحب المغامرة كثير، ف يعني شخصية مغامرة يعني تطلع قمم. هي بدت في الطيران يعني. أنا أخذت رخصة الطيران تبعتي في 98، يعني كنت لسه شاب وقتها وشو اسمه، فمن الطيران انتقلت لسباق السيارات طبعا، وخلاله سويت شغلات كثير اللي هي نط في الحبال والباراشوتس وكل هاي الشغلات طبعا، وبعدين انتهت في الجبال. نعم نعم. يعني على فكرة حتى الايس اكس إذا بتلاحظي في عليه زي فلين وعليه لزيك، هاي شغله الواحد بتعلمها من خبره، يعني هم ما بيبيعوه بهاي الطريقه. انتوا بعد وقت انتوا يعني هاي التضيفات من قبلكم بتصير؟ لانه لاحظنا انه لما تكون على الجبل هذا بيكون بارد جدا، وانت بتكوني ماسكيته في ايديك حتى مع الكفوف ببرد ايديك على المزبوط. فبنتعلم انه نلف عليه تيب وكذا وهذا عشان ما الحديد ما يلمس ايدينا. فشغلات زي هيك الواحد بيكتسبها مع خبره. يعني بفهم من كلامك انه اكيد بتحتاجوا لتدريبات مهمه، بتحتاجوا لتجهيزات كثير مهمه، بتحتاجوا لتكنيك، بتحتاجوا الى كثير من الاشياء، يعني الملابس خاصه، يعني في قصه كثير كبيره هي وهذا كله تكلفه وكله، يعني زي ما حكيت وانت حضرتك اللي عم بتكون سبونسر لنفسك وما سمحت لاي شركه ثانيه ترعاك. يعني طبيعه شغلك معناته قادر تكمل هاي المسيره الحمد لله. ايش تشتغل بالضبط؟ احنا في العقارات، انا واخوي عندنا شركه عقارات في اليو اس وشو اسمه من 2001، والحمد لله يعني يعني البزنس كويس الحمد لله. طبعا شغلكم من برا يعني اجمالا انتم يعني ايش بتلاقوا قبول، قديش بتلاقوا انه يعني اكيد جذوركم الفلسطينيه يعني لازم تظهر بكل لحظه، قديش بتلاقوا قبول من الاخرين انه عم تشتغلوا بزنس ومهمين، عم تتركوا بصمات وعم تتركوا اثار وعم تشتغلوا؟ والله الحمد لله يعني عموما ما نادر جدا ما واجهتنا مشاكل، بس واجهتنا مشاكل. يعني بذكر في 2004 حاولنا نشتري مجمع سكني ووقعنا العقد وكل شيء، بعدين طلعوا اصحابه اسرائيليين ولما عرفوا ان احنا فلسطينيين لغوا العقد.
بس احنا كمان فلسطينيين شاطرين. في شاب صاحبي امريكي خليته يشتري منهم، ولما راح وقت التوقيع وهم اجوا احنا دخلنا ووقعنا احنا واخذنا اخذناهم. يعني وفيد عندكم دخل كويس وعندكم يعني امكانياتكم معقوله عم بتكون برا؟ اكيد الحمد لله الحمد لله. وطبعا والاهم من هيك عندي اخوي لما انا اكون مسافر، وايمن عساف طبعا السي اف او تبعي برضه لما اكون مسافر بغطوا جزء كبير يعني من موضوع شغلي. بدي احكي شغله، طالما انكم انتم رجال اعمال وعم تشتغلوا برا، يعني مش كمان المفروض انه يعني ايش نظرتكم للداخل؟ يعني انتم عم تشتغلوا برا وعم تعملوا اكيد مشاريع مهمه وعم بتعملوا بزنس كويس وشيء، ففلسطين وين منكم؟ يعني ما بتفكروا ترجعوا لفلسطين؟ يعني هلا في دعوه للعوده لفلسطين من خلال يعني بدها تكبر فلسطين، واكيد بدها تكبر بجهد ابنائها وبمال ابنائها. نعم. ما لكم بتفكروش بعوده لفلسطين انكم تقدموا تعملوا مشروع؟ اكيد اكشولي السنه اللي قبل سنتين بالضبط ودينا اخوي في مهمه بحث انه على اساس نلاقي شو ممكن نعمل هناك. وبعدنا على تواصل يعني مع عده اشخاص على اساس انه نسوي ان شاء الله مشروع هناك. يعني في بالنا دائما انه يكون لنا شغله في فلسطين، لانه يعني بنحس انها راح تربطنا اكثر بفلسطين غير موضوع الفائده طبعا. يعني من ناحيه بزنس، من ناحيه بزنس كثير ناس بيحكوا لنا انه البزنس الحمد لله كويس كثير، بس غير انه بزنس انه هاي لسه كمان شغله ثانيه، مو بس احنا تربطنا وتربط اولادنا كمان بفلسطين. يعني احنا بنحب كثير انه يكون فيه دائما سبب، مو بس لنا وحتى لاولادنا، انه شو اسمه يكون في ارتباط فلسطين. يعني عم بيكون مناداه هلا من القياده الفلسطينيه ككل، وكمان من شعبنا الفلسطيني هو بحاجه ابنائه اللي برا يعني اللي وضعهم كويس. فانتوا اولى حدا بعتقد انكم تكونوا موجودين بفلسطين، وبنتمنى انا بنعول عليكم كثير انكم ترجعوا لفلسطين وانكم تقدموا لفلسطين. يعني زي ما حكيت مو موضوع مادي بقدر ما هو انه الواحد يعني يكون وفي لهي القضيه، وفي لناسه، وفي لشعبه، وفي لقيادته. يعني ان شاء الله بنتمنى لكم الخير بفلسطين، واكيد يعني وان شاء الله بنشوفكم على ارض الواقع بفلسطين قريبا ان شاء الله. يعني زي ما حكيت لك ان شاء الله في البال وفي الخاطر، وطبعا احنا بنفكر في مشاريع شوي كبيره بتاخذ وقت لتنفيذها، بس لا ودينا اخوي الكبير راح وراح رحله استطلاع وعلى اتصال دائما في خالي، وخالي عايش في فلسطين. خصوصا انه هلا في رجال اعمال عرب عم بيروحوا، يعني احنا اولى اظن بعتقد. لا لا اكيد. وانا الصراحه في وسط رحلتي، بما انه ذكرنا هذا الموضوع، انا تابع لاورجنايزيشن بسموه الواي بي او اللي هو يونج بريزيدنت اورجنايزيشن. طبعا هذا الاورجنايزيشن عالمي، ف لاحظت انه كان في ايفنت في فلسطين اسمها بالستاين لايف، مسوي عن طريق عمر المصري الفلسطيني للاتصالات وجوال. صحيح. وعازمين ناس من مختلف ارجاء العالم منهم يجوا على فلسطين. طبعا هي غير تعريف عن فلسطين، وكمان على اساس نحاول نجد بالضبط. فصراحه كنت حابب حكيت وديت لهم ايميل وكنت حابب جدا ان اكون موجود، بس اجت فتره انه انا على الجبل. بس مع هيك برضو عزموني وانا على الجبل، وحاولنا نسوي من ارتفاع 6400 متر سكايب كول لايف لانه في الكونفرنس، بس للاسف ما زبط موضوع الانترنت، ما زبط بالمره. مع انه يعني الشباب ما قصروا ودوا جهاز انترنت تقوي، بس برضو ما هذا، بس ودت لهم رساله مسجله. يعني ان شاء الله خير يا رب نشوفك بفلسطين واعمالك مزدهره اكثر واكثر واكثر. رائد، ما عرفت شو عن حالك، عن عيلتك، عن اخواتك؟ عن اكيد انا عندي اربع اخوان، كان خمسه احنا، بس في لي اخو توفى خالد تعيشه، اخوي عمر الكبير اللي هو برضه كمان شريكي في البزنس، وبعدين باجي انا، وبعدين اخوي طارق، وبعدين اخوي عمار، وعندي اختي صفاء. طبعا الكل متزوج صار لي 20 سنة الله يخليك، وعندي بنتين وولد ليديا وخالد وليليان. طبعا عايشين في دبي، بروح على المدرسة في دبي. فطبعا موضوع الجبال وموضوع شغلي، احكي لي قديش هم يعني عم بيقبلوا فكرة انه ابوهم عم بيتسلق وعم بيروح وعم بيجي، قديش عم بيقبلوك يعني؟ طبعا ليديا وخالد يمكن عشانهم كبار متفاهمين وبحبوها يعني وبيفتخروا. ليليان الصغيره بتحكي لي ما بدي اياك تروح جبال، كم خلص هذا بتخاف يا فشو اسمه. بس حكيت معهم، الشخص الوحيد اللي حكيت معه يعني من قمه ايفرست على الساتلايت فون كانوا اولادي، زوجتي واولادي كلمتهم.
انا صراحه زوجتي فاجاتني، انا كنت بدي اتصل فيها احكي لها اني وصلت خبر الجميع، لانه مسموح لك مكالمه واحده. اها، وزوجتك شو بتقول؟ شو بتخبر عن شغلك وعن احوالك وعن سفرك وترحالك؟ طبعا هي ضد موضوع الجبال لا او لانها بتعتبرها خطره، وكمان لانه في نفس الوقت بتبعدني عن الاولاد يعني وعنهم، فشو اسمه. بس حكيت لها خلص بوعدك ضايل الجبل واحد و وبعد هيك هواية بتصير بتحقق حلمك يا رب. طب مدى موضوع يعني ان انتوا فلسطينيين مهاجرين وبيعرفوا هذا الحكي ابنائك، قديش برب يعني بربطوا بين سفرك وترحالك وعلمك ووضعك للعلم الفلسطيني، انهم انني فلسطينيه وانه لهم قضيه، قديش مدى ارتباطهم بقضيتهم الفلسطينيه؟ لا لسه طبعا هذا الموضوع كمان بوعيهم اكثر واكثر. يعني حتى لما رجعت من قمه ايفرست بنتي ليديا بتفتح معي موضوع عن حنظله، فشرحت لها عن حنظله وشرحت لها عن ناجي العلي وكذا وهذا، ودخلنا على ويكيبيديا وورجيتها كركتيرز وهيك شغلات. بصير معكم تواصل بتحكوا معهم بتناقشهم بالفلسطينيين ووضعها؟ اكيد يا اكيد. طبعا صارت مشكله على موضوع العلم لانه كلياتهم فكروا انه هم راح ياخذوا العلم وتهاوشوا مع بعض ليديا وخالد، انا بدي احطه بغرفتي لا انا بدي احطه بغرفتي، فحكيت لهم لا انت رايح لسياده الرئيس يعني. بس لا اكيد فخورين، وكمان بشوفوا. انا دائما بحكي يعني عن في المقابلات وكذا وهذا، بقروا وفي الجرايد لما ينزلوا ارت بحسوا قديش في ردود على رحلاتك وعلى تسلقك لهذه القناه، وبقروا على الانترنت كمان هم بيشوفوا التعليقات وكذا وهذا، فهذا الحكي بوعيهم يعني. ودائما بحاول يعني دائما يعني اخر شيء ورجيتهم 5 بروكن كاميرز او 5 كاميرات مكسوره، الفيلم الفلسطيني اللي وصل صحيح. تقريبا للاسكار او المصري ربح الاسكار، فهذا الحكي كلياته بوعيهم. بس هم لما يشوفوا انا اهتمامي هم بزيد كمان اهتمامهم اكثر. اكيد يعني عم تكون دائما حريص على انه توصل لهم قضيتك بطريقه مختلفه. بالضبط بالضبط. طب انت كرائد يعني لما تطلع معك مجموعه جروب بسفراتكم بترحالكم، يعني شو بتستفيد من اللي حواليك او انت شو بتفيد بالمقابل لقضيتك؟ احنا عم نكون يعني احنا اليوم كونه التقيت بالسيد الرئيس ويعني والعالم الفلسطيني عم بيكون دائما بجوارنا وين ما نروح، فلقينا ما بنقدر الا نحكي عن قضيتنا. اكيد يعني هدول وجودك مع هاي العالم مع هاي الناس ايش بتقول لهم شو بتحكي لهم؟ طبعا اول شيء احنا الجروب تبعتنا اللي بنتسلق مع بعض كلياتنا من الشرق الاوسط، وإلنا اسم الجروب تبعتنا اسمها Arabs with Altitude. جنسياتهم كلهم في محمد الثاني من قطر، الشيخ محمد الثاني من قطر، وبعدين عندنا رهم حرق من السعودية، ومسعود صاحبنا مسعود محمد من إيران طبعا، وأنا من فلسطين. ففي عالم الجبال غريب جدا إنهم يشوفوا عرب بتسلقوا جبال، يعني نادر جدا. يعني العرب عموما اللي وصلوا على ايفرست يعني 8 أشخاص يمكن اتوقع بنعدوا على اصابع يعني. فدائما بيكونوا مهتمين فينا طبعا، وبيسالوا من وين انتم، فانا دائما بشرح لهم يعني انا من فلسطين. في منهم بيعرفوا عن فلسطين بس مو فاهمين القضيه، فبشرح لهم يعني عن قضيه فلسطين وانه كيف احنا وضعنا وكذا. في منهم ما بيعرفوا يعني بالمره، وسيله اعلاميه متحركه عم وطبعا وانت في جبل مو رايح ما في اي انتربشن، ما في انترنت ما في تليفون ما في تلفزيون، يعني ما عندكم غير وقت معكم انه نحكوا في هذا الموضوع يا او بنمشي لفترات طويله جدا 10 ساعات 12 ساعه، فبنكون نحكي في عده مواضيع. فبشرح في منهم ما بيعرفوش اي شيء، يعني ما بيعرفوش اصلا فلسطين. بتحس انه بتعاطفوا معك، بتحس انه يعني عم بيصدقوا وعم يقبلوا. اكيد اكيد اكيد. هلا في منهم لما احكي لهم فلسطين بيحكوا لي وين فلسطين، فبحكي لهم بيحكوا لي فبحكي لهم اخر شيء القدس جيروسلم، فبيحكوا لي اسرائيل، بحكي لهم لا مش اسرائيل، ما هي هي القصه خليني افهمكم هون الحكايه بالضبط. فبشرح لهم كثير عن قضية فلسطين يعني، بشرح لهم عن المشاكل المواجهة وكذا وهذا والإنجستس وموضوع يعني موضوع. وطبعا آخر إشي كمان الشغلة الكبيرة بالنسبة لنا إنه بورجيهم قديش في إنجستس يعني ما في عدل، موضوع التصويت لدولة فلسطين، إنه بورجيهم الخريطة قديش في دول كل العالم صوت إلا كم دولة، فقديش إنه كل العالم معنا وكل العالم مع قضية فلسطين وكل العالم شايف هذا الموضوع. فصراحة يعني هذا الحكي بحاول أحكي فيه كل ما التقيت في ناس وشو اسمه. يعني هذه إضافاتك للآخرين، أما هي التجربة تجاربك أكثر من تجربة، شو أضافت لرائد؟ كل جبل الصراحة كان يعلمني شغلة جديدة، بس يمكن إيفرست أكثر إشي تعلمت منه موضوع الصبر. أطول فترة تقريبا بنحكي عن 50 يوم. إمتى انطلقتوا بالضبط؟ تركنا دبي 3/4
وبدينا نتسلق بخمسة أربعة ووصلنا الصمت باثنين وعشرين خمسة. وصلنا القمة ونزلنا لبيس كامب بأربعة وعشرين خمسة، يعني أوفيشالي يعني انتهى كل إشي بأربعة وعشرين خمسة. يعني كم يوم بالضبط القصة؟ من نحكي تقريبا عن خمسين يوم. خمسين يوم. يا إشي زي هيك خمسين يوم تقريبا. خمسين يوم من العذابات والمعاناة. أكيد كانت نتيجة طيبة. هي الحمد لله طبعا يعني في معاناة جسدية كبيرة جدا، يعني بنمشي عدة ساعات في اليوم. طبيب بيكون معكم؟ لا طبعا في طبيب في 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 القاعدة تبعت الجبل في بيس كامب في في أطباء، بس لما نطلع ما في. لا وطبعا اعتمادكم على نفسكم بيكون. اعتمادنا على نفسنا طبعا وعلى الفريق اللي معنا انه شو اسمه يعني عندهم معلومات عندهم بعض الخبرات بعض كثير. هو الممتاز الحمد لله في الجروب تبعتنا انه احنا تسلقنا كل جبل مع بعض فعارفين لحالنا نفس المجموعة. فانا يعني لما اطلع على مسعود ولا محمد ولا رها بعرف اذا هو تعبان ولا مش تعبان. ونفس الاشي هذا وفعلا ساعدنا بعض على الجبل آخر شيء. بطريقة ما بتتصوريها بتحبوا بعض اخوان اخوان تسلق بتلتقوا مع بعض اكيد احنا عايشين كلياتنا في دبي طبعا يا يعني رها بعتبرها زي اختي الصغيرة وهي بتناديني غير بيج برادر يعني ومحمد ومسعود زي اخواني يعني فلما تقضي وقت كبير جدا على الجبل يعني وبدون اي بدون اي شيء حواليك في العالم بتصير اكبر بأكثر محبه اكثر. يعني عن جد انا كثير سعيده وكثير فخوره انه احنا عم نلتقيك اليوم رائد وانا يمكن انا محظوظه كثير يعني شكرا. وجودي بالتلفزيون الفلسطيني اعطاني فرصه اني التقيك ويعني هذا فخر ان انت فخر اكيد للكل شكرا. وحققت حلم كثير مميز رائد. بس احكي لك شغله يعني هلا اللي بيسمعونا بيقولوا يمكن رائد قدر يحقق هذا الحلم لانه يعني معه مصاري او معه فلوس وقادر يحقق يعني يعني انت كلمتك لشعبنا الفلسطيني او لشبابنا الفلسطيني بدايه يعني الحلم بيحتاج كثير لفلوس بيحتاج كثير لانك تقدم له يعني ايش بتقول لهم لشبابنا يعني انت وانت اللي يعني اللي تعبت واجتهدت ولحتى وصلت اللي انت فيه كبزنس مان وبنفس الوقت يعني وهلا كمغامر يعني احكي لي شوي انه كيف ممكن يحققوا حلمهم شبابنا بغض النظر عن الفلوس او مع الفلوس بعرفش انا كيف ممكن انت توصل. لا 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 هلا موضوع زي ما بيحكوا if there is a will there is a way. اذا في في الواحد عنده من جوا انه دافعيه ومستعد يعني انه يضحي ويتعب ويصبر وكذا بوصل للهدف مهما كان حلمه. يعني طبعا انا كان حلمي اوصل قمه ايفرست وارفع علم فلسطين الحمد لله وصلت له. بس شو ما كان حلمك ما دام بتحط يعني جهدك فيه ان شاء الله بتوصل له. طبعا يعني انت بتحكي موضوع الفلوس انا اول ما رحت على اليو اس كان معي 100 دولار. طيب يعني بذكر بذكر تماما يعني لما رحت على اليو اس في بدايه ال94 بذكر تماما يعني نزلت من الطياره كان معي 100 دولار يعني وكنت خايف يعني اذا صار في مشكله معيش ادفع حق غرفه اوتيل. فوالحمد لله يعني وصلت هناك كانت مو سهله كانت لا 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 مو سهله بالمره. يعني حتى انا لما تزوجت يعني لفتره طويله جدا انا اكيد يعني شبابنا زي اي شاب فلسطيني يعني كنا نتهاوش انه مثلا زوجتي بدها تشتري شامبو انا مثلا بدي اشتري مشط شعر ولا شيء زي ما فيش أشياء صغيرة على اشياء صغيره جدا يا انه كانت الحياه صعبه جدا بس ايش الحمد بال يعني الواحد بالجهد وبالنشاط وبالجد اكيد بحقق. انا كان ما عندي اي شك انه راح اوصل للي بدي اياه بس مساله وقت لا اكثر ولا اقل. وهذا اللي بحب يعني احكي لشبابنا وشاباتنا في فلسطين انه اذا انت عندك حلم يعني dont give up ما تتنازل عن هذا الحلم مهما كان كبير. والناس بيحكوا لك يعني في كثير ناس حكوا لي انت مجنون وشو بدي وصلك هناك وعمرك ما بتوصل. كان في الجبال يعني في موضوع الجبال او في موضوع البزنس الصراحه في موضوع الشغل يحكوا لي شو هالاحلام الكبيره واحنا عندنا يعني عندنا امثال غلط انه قال تطلع لفوق تنكسر ركبتك وابصر شو هذا حكي فاضي انا بعتبره حفري عليك نور ما شاء الله يعني شو اسمه بالضبط. يعني انا يمكن دائما بحكي انه في ناس بيحلموا شو اسمه وفي ناس بصحوا الصبح وبيشتغلوا انهم يحققوا هذا الحلم. في ناس بضلهم يحلموا في ناس نحلم لا لازم تصحى الصبح وتسعى انك بالضبط تشتغل بكل جهدك بكل طاقتك انك تحقق هذا الحلم. وانا عندي قناعة طبعا بسبب تجربتي الشخصية
يعني انه الواحد بوصل لحلمه بالنهايه. يعني ما صار معك الامور، ما صارت الامور بيوم وليله. لا لا لا، صارت اكيد اجتهدت واشتغلت وتعبت ببلاد الغرباء زي ما بقولوا. اكيد اكيد وصلت اللي انت فيه اكيد يعني. يعني مو بس انا يعني، وحتى اخواني حوالي يعني وزوجتي وكذا. ولليوم يعني، لليوم يعني، يعني انه بدي اوصل لجبل، مش انه يعني مثلا في طيار هليكوبتر بتاخذك وتطلعك لفوق، لا، لمدة 4 سنين 5 سنين واحنا تحضيرات وبنطلع جبال ثانية ومنعاني طبعا، وبنشوف ناس بنجرحوا وبنشوف ناس بموتوا وكذا، بس ايش بنحكي اوكي لازم نحضر اكثر عشان ما يصير معنا هاي الشغلة، لازم نسوي هيك عشان ما يصير معنا هاي الشغلة. والحمد لله اخر اشي يعني it pays off، انه كلياته هذا الحكي انا ما عندي اشي اسمه ما بتقدر تسوي، اللي صار كله تجسد حقيقه على ارض الواقع الحمد لله. انا يمكن الشغله الوحيده اللي ما بتدخل مخي انه لما شخص يحكي لك ما بتقدر لاي اشي، لا بتقدر ما يعني لا، إشي لا مستحيل، لا مستحيل، لا 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 اكيد ما شو اسمه طبعا. وفي سوابق ناس كثير قبلنا يعني في امثال كثير قبلنا وراح يكون في امثال كثير بعدنا. فشو يعني اسمه انت بتحس شبابنا الفلسطيني على انه ما عندنا ما في مستحيل، سواء شبابنا اللي بالداخل او اللي بالخارج، يعني قضيتنا بتستاهل انه نتعب ونجتهد وحتى نجتهد لنفسنا بدايه مشان نقدر نقوم اكيد اكيد ونفعل قضيتنا وين ما كنا اكيد. وطبعا هذا الحكي طبعا من يعني في ناس بيأسوا من موضوع فلسطين انه لا وصعبه واسرائيل وكذا، هذا انا بالنسبه لي حكي فاضي ما دام احنا حاطين كل جهدنا في الموضوع بجميع الأسئلة المتوافرة، إن شاء الله بنوصل، وإن شاء الله بكون لنا دولة، وإن شاء الله بكون عاصمة القدس إن شاء الله. الله بإذن الله. يعني قبل ما ننهي حوارنا يعني رائد، بحب أعرف في عندك حلم حابب تحققه كمان إضافة لقصة نجاحك هذه اللي عم نحكي فيها؟ يعني أنا طبعاً شو اسمه أنا ضايل لي جبل دنالي، أنا بحبش أحكي هذا على التلفزيون لأمي وأمي وأختي وزوجتي راح يسمعوا هذا الحكي ويفكروا انه لانه هذا اعلى واحد واخطر واحد واصعب واحد، فكروا انه مع هذا خلص انتهى الموضوع. ضايل لي هالجبل عشان اخلص السفن سامتس اللي هو جبل دينالي في امريكا، في الاسكا اللي هو اعلى جبل في شمال امريكا. بعد هيك لسه ما شو اسمه، انا حطيت تعليق على الفيسبوك تبعي انه طيب هلا وصلت لاعلى جبل في العالم، واتس نيكست يعني اعطوني شو 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 اسمه، ما عندي تخطيط طبعا صراحه. بدي اقضي وقت اكثر مع زوجتي واولادي، بغيب عنهم فترات طويله كان بسبب الشغل او بسبب هوايه تسلق الجبال. يا والله اولاد يعني بيستحقوا انه الواحد يكون بينهم. يعني عن جد انا كثير سعيده وكثير مبسوطين بهذا اللقاء، ويعني قصه نجاح جميله رائد، وبنتمنى لك انك تحقق كل احلامك وكل امالك كفلسطيني حمل فلسطين وين ما راح وحاول انه يحط العلم وين ما كان. يعني احنا هذا الشيء بيسعدنا وبيخلينا نفخر في رائد وين ما كان. يعني اكيد كل واحد بفلسطين بكافح على بطريقته، يعني أكيد. يعني احنا بنكافح بشتى الوسائل وبشتى الطرق يعني، فانت طريق مختلف كان انك تحط علمنا. اكيد احنا فخورين وسعيدين فيك. شو اخر يعني اخر شيء بتحب تقوله انت للناس اخي؟ يعني كاميرا معك، شو بتحب تقولهم؟ يعني اللي طبعا حكيته لسياده الرئيس لما حكينا وانا في الجبل، طبعا اهديته هذا الانجاز واهديته لشعبنا الفلسطيني. بس وانا فوق على القمه طبعا قريت ايه الكرسي ودعيت انه نرفع علم فلسطين على القدس، وانه ربنا يحرر كل الأسرة في السجون الفلسطينية. طبعا فحكيت لسيادة الرئيس انه بهديك هذا الانجاز، بهدي للشعب الفلسطيني، وان شاء الله بنرفع علم فلسطين على القدس ان شاء الله وعن قريب. الله كريم يا رب، في زمننا ان شاء الله. هذا حلم ان شاء الله راح نوصل له. نعيش هاي لحظة بنرفع علمنا الفلسطيني وبتحرروا أسرانا. يعني فرصة نقول لهم انه لأسرانا انه احنا كلياتنا معكم وكلياتنا بنآزركم وبنساندكم دائما في بالنا اكيد، والله يفك أسرهم جميعا ان شاء الله. يعني شكرا كثير رائد لهذا اللقاء الجميل ولهذه القصة النجاح، يعني اللي بتمنى تكون يعني عبرة لشبابنا وعبرة لشاباتنا، مو بس للشباب وللصبايا كمان. اكيد اكيد وراها اكبر مثال يعني. اكيد اكيد. شكرا كثير رائد وضيف عزيز وغالي على تلفزيوننا. شكرا شكرا، يعطيك بالعافية. مشاهدينا يعني لهون بنكون نهينا حلقتنا او لقائنا الخاص مع المتسلق المغامر الفلسطيني رائد زيدان. إلى أن نلتقي معكم بلقاء آخر، هذه تحياتي سناء مفلح وتحيات فريق العمل تلفزيون فلسطين في عمان. إلى اللقاء.